أهلا بحضراتكم. الآثار المصرية لأنها كنز، يعني آثارنا المصرية كنز، ولأنه العالم كله بينظر لمصر، أهم ما ينظرون إليه هو آثار مصر. كمان في الداخل بقى عندنا هنا في بلدنا بتلاقي إنه في ناس كتير جدا عارفة طبعا قيمة الأثر وقيمة الآثار، وإزاي إنه ممكن تكون حاجة بسيطة جدا أو يعني قطعة أثرية بسيطة جدا تباع ب يعني آلاف ومئات والجنيهات وأكثر من كده بكتير. فحصل حاجة غريبة جدا، كشفت مصادر كده بوزارة الآثار في بني سويف مجموعة استخدمت حيلة جديدة للنصب. إيه بقى عملوا إيه؟ جهزوا مكان، المكان ده عبارة عن شكل مقبرة أثرية، وعملوها على شكل مقبرة كده، ويعني كانت منقوشة الجدران ومرسومة بالكامل زي ما انتوا شايفين، ده الشكل ده هم اللي عملوه، وقعدوا يعملوا والأشكال والحاجات اللي على المقبرة، وحلي ذهبية وكأنها مصنوعة بشكل من السبائك الذهبية، وتماثيل دي كلها مصنوعة من الجبس، وعملوا وزي ما انتوا شايفين ألوان بقى وشكل ايه الآثار المصرية وأيضا الآلهة، وزي ما انتوا شايفين كده. كل ده عملوه في قد ايه؟ عملوه في مده لا تزيد عن عام، يعني قعدوا سنه يعملوا ده، وحطوا جواها بقى تابوت من الجبس ومعاها تماثيل مصنوعه بالايد، وكميات بقى زي ما قلت لكم سبائك مطليه بالشكل الذهب كانها ذهب يعني، وهي مصنوعه من الجبس، وكل ده طبعا علشان هم طمعانين ان هم يعملوا تجاره وحيل بقى نصب يتاجروا في الاثار. الغريب طبعا انه يعني المجهود اللي اتبذل في كل الحاجات دي علشان يقدر يبيع طبعا بارقام كبيره جدا. خليني ناخد كده يعني نكمل الكلام في الموضوع ده، وناخد مدير تحرير جريده الوطن الاستاذ سامي عبد الرادي. مساء الخير يا استاذ سامي. اهلا بحضرتك استاذ سفكي. اهلا بيك. يعني الصوره بتقول المجهود الكبير اللي اتبذل في النصب والاحتيال ده، يعني ده مجهود ودراسة علشان يخرج بشكل يبقى قريب من الأثر الحقيقي. طبعا يعني خلينا أقول لحضرتك إن الموضوع مضحك مبكي، يعني طبعا الموضوع برمته الواحد مش عارف. طبعا ما ينفعش نقول إيه الدماغ دي، دايما دماغ النصابين ودماغ اللصوص ودماغ محترفي النصب بتبقى شغاله وشغاله بقوه، ولكن يمكن على مدار عشرات السنين والارشيف الصحفي بيقول كده، بيقول ان هذه ممكن تكون اول مره تحصل انه يتم رسم رسومات فرعونيه وعمل شبيه او هيكل لمقبره فرعونيه في تاريخ مصر بالشكل ده. من طبعا الهدف الرئيسي هو النصب. أيوة. المكان اللي حصل فيه هو منطقة جبلية في بني سويف، وبالتحديد جنب منطقة أثرية جنب قرية الحيبة في الفشن. يمكن تمام. ده حصل على بعد حوالي 6 أو 7 كيلو من الطريق الصحراوي الشرقي في قلب الصحراء هناك. والبلاغ جه لوزارة الآثار والدكتور مصطفى الوزيري، فاجئ الكل وطلع في بث مباشر أو طلع في فيديوهات مسجلة قال فيها اننا هنا قدام نصبايا، وان هذا المكان كله نصبايا، هذه الرسوم والنقوش اسف يعني بين قوسين شغل عيال، وهي جايبين كتب لاثار مصريه ورسمين الرسومات دي بحد رسم، وجابوا زي فايبر وجابوا جبس وجابوا يعني ماء ذهب وطالوا بيه اشكال مربعه ومستطيله زي سبائك ذهبيه، وعملوا تابوت زي ما حضرتك تفضلتي من الفبر، وعملوا التماثيل دي، اشتروا تماثيل من مناطق زي موسكي وسط البلد والعتبه اللي بتتباع عادي، هياكل عاديه وحطوها على انها بقى من الذهب وحاجات حقيقيه. تمام. فهنا الدكتور مصطفى الوزيري كشف كل شيء وقال كل شيء حوالين هذه القصه. طبعا هو لغز ويقيني ان جهاز التحقيق بتطور وتشوف ايه اللي حصل، مين نصب على مين لو كان في وقعه نصب، ومين اللي عمل هذه المقبره
اللي جت في الجبل الشرقي في مدينه الفشن في بني سويف، وعلى مدار قد ايه يمكن الدكتور مصطفى وزيري حسب الفيديوهات اللي انا شفتها قال ان ده دي اعمار الحاجه دي سنه ممكن تكون اتعملت على مدار السنه اللي فاتت. طبعا يمكن الموضوع مضحك جدا استاذ شافكي ان الدماغ وصلت بهذه الصيغه ان هو عايز ينصب فيفضل يشقى ويتعب. ما ده اللي انا بقوله، طب اشقى ويتعب في حاجه يعني تجيب لك يعني وتبقى انت الناس تقول لك برافو على المجهود ده من غير النصب يعني طبعا. وانت بتتكلم كده استاذ سامي، عارف افتكرت المسلسل كامل ابو ذكري كان لازم تاخد الشوط ده في المسلسل بميت وش ويبقى عادي جدا جوه المسلسل من الخيال، يعني انه نفس اللي بيحصل ده يعني حاجه. انا بتفق معاك في استعمالك المضحك المبكي بانه يعني ناس عندها يعني بتحاول تعمل دقه ولكن بشكل نصب واحتيال يعني. صحيح، يعني يمكن اللغز واضح وكامل ولكن يمكن فيه نقطه فراغ او نقطه فايته، نشوف مين اللي عمل ده. اكيد مش هيكون في من جهه التحقيق اي تراخي، واكيد يمكن خلال 48 ساعه او اسبوع يعني ثلاث اربع ايام بالكثير هنوصل ازاي ده حصل وازاي وهل في ضحايا في القصه. صح، الناس بقى راحت اشترت او اي حاجه. صحيح طبعا صحيح. فهو موضوع طبعا للاسف محزن وموضوع بيؤكد ان لازم الناس تكون ثقة وفي كلمة لازم تتحط استاذ شفقي، طالما الطماع موجود فالنصاب بخير. أكيد صحيح، أنا بتفق معاك جدا يعني، وهتبقى الآثار يعني اللي هو يعني آثارنا على طول العيون عليها، سواء يعني نصب واحتيال أو سرقة بشكل أو بآخر، ده لقيمتها الكبيرة. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مدير تحرير جريدة الوطن أستاذ سامي عبد الراضي، بشكرك شكرا جزيلا. زي ما أنتم شايفين ظواهر غريبة طول النهار بنشوف حاجات غريبة.